السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. حينما يحول المجتمع الفاسد أبناءه إلى وحوش، وعندما يكتسب قاتل الأبرياء تعاطف المجتمع، فمن المتوقع أن تكون في مدينة جوثام. وبيبدأ فيلمنا النهاردة سنة 1981 في مدينة جوثام مع أرثر فيليك، واللي بيشتغل مهرج في مدينة بتتعرض لأول مرة لكساد اقتصادي. أرثر بيعاني من اضطرابات عقلية بتخليه أحيانا يضحك غصب عنه بشكل هستيري، وما بيقدرش يسيطر على نفسه، وغالبا بتكون في أوقات غلط. أرثر في يوم هو في عرض ليه في الشارع بيسرق يافطته مجموعة من الشباب وبيجروا، فبيجري وراهم علشان يرجع اليافطة، لكنهم دخلوا الشارع هادي وبيهجموا عليه وبيضربوه، وبيقع على الأرض في حالة من الإحباط والعجز عن حماية نفسه. أرثر بيتواصل مع أخصائية اجتماعية بتساعده في توفير الدواء لحالته الصحية، واللي بتلزم إنه بياخد 7 أنواع مختلفة من الأدوية، وبيقول لها أنا بتوهم ولا الوضع بقى جنوني بره. الأخصائية هزت دماغها وسكتت. أرثر بيعيش مع مامته المريضة وهو المسؤول عنها. مامته كانت دايما بتبعت خطابات لتوماس وين علشان يساعدهم، وبتقول لأرثر أنا اشتغلت عندهم سنين كتير، أكيد هيرد عليا. أما أرثر فكان مثله الأعلى مقدم البرامج موري فرانكلين. وفي بداية يوم شغل الأرثر، زميله راندل بيقول له سمعت إنك انضربت مبارح، ولو فضلت كده مش هيسيبوك في حالك، واداله مسدس وقال له لازم تحمي نفسك. أرثر لما حاول يرفض، راندل أقنعه إنه ضروري معاه الأيام دي، وقال له ابقى اديني حقه بعدين. وهنا زميله غاري بينادي عليه وبيقول له المدير هويت عايزك في مكتبه. أرثر لما راح للمدير قال له أنا هوديك تقدم عرض في نادي كوميدي، لكن انا جات لي شكوى من محل كيني وبيقولوا انك اختفيت وخدت اليافطه بتاعتهم. ارثر قال له ما خدتهاش، في شباب ضربوني وسرقوها. المدير قال له انت لازم ترجعها والا هخصم حقها من مرتبك. ارثر وهو مروح قابل جارته صوفي في الاسانسير، وتمت بينهم دردشه بسيطه وحس انها معجبه بيه. ارثر بعد كده بدا يراقبها وبيدعيها تحضر عرضه في النادي الكوميدي. وفي يوم وهو بيقدم عرض في مستشفى اطفال بيقع منه المسدس. المدير هويت لما عرف كلمه وقال له زميلك راندل اكد لي وقال لي انك حاولت تشتري منه مسدس الأسبوع اللي فات، والنهاردة رايح بيه عرض المستشفى أطفال، أنت مطرود. وهو مروح في القطر كان في 3 شباب واضح عليهم انهم من الاثرياء بيضايقوا بنت قاعده لوحدها، وارثر بدا يضحك بشكل هستيري بسبب مرضه. الشباب بداوا يستهزئوا بيه ويعتدوا عليه ويضربوه، وفجاه وارثر في الارض بيطلع المسدس وبيضرب النار عليهم واحد ورا التاني، وبيصيب التالت في رجليه وهو بيحاول يهرب. وهنا نقطه التحول لارثر بعد احساسه باللذه بعد القتل، ولما القطر وقف بينزل ورا الشخص التالت بكل هدوء وبيقتله ب3 رصاصات بدم بارد وبيهرب من المكان. وهنا بيقدر المجتمع الفاسد يحول أبنائه إلى وحوش. وتاني يوم بيعرف إن الثلاثة دول كانوا بيشتغلوا في مؤسسة توماس وين، مرشح عمدة مدينة جوثام. وبيطلع توماس وين على التلفزيون وهو بيدين قتلهم، وبتتحول القضية لقضية رأي عام، وبتفشل الحكومة في القبض على المجرم لأنه شخص مقنع بقناع مهرج. وبيروح أرثر لمقر شغله علشان ياخد أغراضه بعد ما انطرد بمنتهى العبثية واللامبالاة. ولما أرثر راح للأخصائية الاجتماعية علشان الأدوية، قالت له أسفة، العمدة وقف التمويل لكل القطاعات الخدمات الاجتماعية، ودي هتكون آخر مقابلة. أرثر بالليل بيروح علشان يقدم عرض في نادي للعروض الكوميدية، ولما وقف على المسرح بتزيد أعراضه المرضية وبيضحك بهستيريا ومقدرش يقول أي نكتة، وبيفشل في محاولته إنه يكون فنان كوميدي. لكن جارته صوفي كانت موجودة وبتشجعه، وبيخرج معاها بعد العرض، وبدأ يشوف في الصحف عناوين زي قاتل مهرج طليق، وكان النظام الحاكم والإعلام مهتم بالقضية دي جدا، أما الأهالي فكانت بتأيد القاتل لمجرد بس إن الضحايا كانوا من الأسرياء، حتى ان كان في ناس لابسه قناع المهرج في الشوارع. ارثر لما رجع للبيت فتح خطاب من الخطابات اللي بعتتها مامته لتوماس وين، وقراها ولقى مكتوب فيها عزيزي توماس، انا وابنك محتاجين مساعدتك. ارثر انهار واتعصب وبيسال مامته ده صحيح فعلا؟ قالت له ايوه صحيح، وبدات تحكي له انها كانت شغاله في بيت توماس وكانوا بيحبوا بعض، لكن بحكم المظاهر توماس ما قدرش يتجوزها ولا يعترف بابنها، وخلاها تمضي على ورق بالكلام ده. ارثر راح عند قصر توماس وين، ووقف عند البوابة ولقى ابنه بروس، فبدأ يلعبه شوية، وهنا بيجي حد من خدم القصر وبيدخل الطفل وبيطلب من ارثر انه يمشي. ارثر بيقول له أنا ابن بيني فليك، كانت شغالة هنا من زمان. الخادم اتفاجئ وقال له أنت ابنها؟ أرثر قال له أيوة، وحكيت لي على كل حاجة. الخادم قال له مفيش حاجة أصلاً علشان تحكيها لك، أمك كانت بتتوهم. فبيشدوا أرثر وبيخنقه لكنه بيسيبه وبيجري. ولما روح لقى مامته تعبانة ونقلوها للمستشفى بسبب جلطة مفاجئة، وبتجيله جارته صوفي بتأزره وبتقف جنبه. ولما خرجت تجيب قهوة علشان يشربوها، أرثر بيفتح التلفزيون علشان يتابع عرضه المفضل لموري فرانكلين. اتفاجئ إن موري بيعرض مقطع فيديو لأرثر لما كان في نادي العروض الكوميدية، وبيطلق عليه اسم الجوكر، وفضل يستهزئ عليه وعلى ضحكته اللي بسبب أعراض مرضه.
المدينة وضعها الاقتصادي بقى أسوأ، ومع تزايد البطالة والفقر والسرقة والنهب بتزيد مشاعر الغضب اللي استحوذت على سكان المدينة، فبيخرجوا متظاهرين للشوارع مقنعين بقناع المهرج ضد الأثرياء ورجال السياسة. أرثر بينزل وبينضم للمتظاهرين قدام مقر مرشح عمدة المدينة توماس وين، وبيقدر يتسلل ويدخل لجوه، وبيلبس لبس الخدم وبيتسلل لصالة العرض اللي كانوا قاعدين فيها أثرياء المدينة، وبيتفرجوا على عروض كوميدية اللي بنفس الوقت في مظاهرات بره قدام المقر ضدهم. أرثر بيدخل ورا توماس وين الحمام وبيقول له اسمي أرثر وبيني فليك تبقى ماما. توماس قال له اسمع، عارف هتقول ايه، انا مش باباك، مامتك بتتوهم طول عمرها، هي تبنتك وانت صغير وطردتها لانها اتقبض عليها واتسجنت ودخلوها لمستشفى أركهام الحكومي، وبيسيبه وبيمشي. وبالليل أرثر بيجيله اتصال من شيرلي وودز منظمة العروض المباشرة لموري فرانكلين، وبتقول له احنا جالنا تعليقات كتيرة على مقطع الفيديو بتاعك بعد ما عرضناه، وموري طلب مني اتصل بيك علشان تبقى ضيف في البرنامج بتاعه، وحددت ميعاد معاه يوم الخميس. أرثر بيخرج وبيروح لمستشفى أركهام الحكومي، وبيتصدم بالملف الخاص بيها اللي كان محتواه انها فعلا مريضة باضطراب التوهم، واتسجنت بسبب الاعتداء على طفل اتبنته، وكمان كانت بتسمح لصديق ليها يعتدي عليه. أرثر ما كانش مستوعب كل التقارير دي وكان مصدوم، لكن صدمته بتتحول لبركان غضب لما رجع البيت واكتشف ان جارته ما كانتش معجبة بيه، ولا عمرها خرجت معاه ولا زارته في المستشفى، العلاقة دي كانت مجرد وهم بعقله بس. فبيروح للمستشفى وبيخنق مامته وبيقتلها بدون ما يقول لها انه عرف كل حاجة، وبيرجع للبيت بدون مبالاة، وبقى يجهز نفسه بيتدرب على مقابلته في العرض المباشر مع مورلي فرانكلين. وهنا بيجي له زمايله اللي كانوا شغالين معاه في الشغل، راندل وغاري. راندل بيقول له الشرطة حققت معانا كلنا في الشغل في جريمة القتل اللي حصلت في القطر، ودلوقتي مشتبهين فيا علشان كده كنت محتاج شهادتك. وقبل ما يخلص كلامه بينهال عليه أرثر بالطعن وبيقتله، وبيقول لغاري انت الوحيد اللي كنت بتعاملني كويس علشان كده هسيبك تمشي. وبيلبس بدلته وبيرسم قناعه بالمكياج وبينزل علشان يحضر العرض المباشر مع الإعلامي موري فرانكلين، وهنا بيرقص رقصته الشهيرة ما بين الألم والأمل وما بين النشوة والانكسار، وبيتفاجئ بالمحققين بيقولوله عايزين نتكلم معاك، فبيهرب منهم وبيدخل لمحطة القطر علشان يتفاجئ بكل اللي حواليه مقنعين بقناع المهرج هم كمان، المحققين وراه وبيدوروا عليه في القطر. أرثر بيشد القناع من شخص وبيفتعل خناقة وبيلبس القناع وبيختفي وسط الناس، ولما المحققين حاولوا يفكوا الاشتباك الموجود بيشتبك معاهم شخص مقنع من الموجودين، وحاول ياخد المسدس من المحقق وبيتم إطلاق النار على المقنع بدون قصد، فبيغضبوا الأهالي وبيعتدوا على المحققين، وبيوصل أرثر للبرنامج. موري بيسأله عن القناع اللي على وشه ده تضامنا مع المتظاهرين، أرثر قال له لا ده من ضمن أدوات شغلي بس مش أكتر، وطلب من موري إنه يقدمه في البرنامج باسم الجوكر، وبيقول له ده اللقب اللي أطلقته عليا في البرنامج بتاعك فاكر؟ موري ما كانش فاكر وبيسأل المساعد بتاعه أنا قلت كده؟ عموما تمام أنا موافق هناديك بالجوكر. وبيبدأ البرنامج وبتيجي فقرة أرثر وبيقدمه موري بالجوكر، وبيدخل وهو بيرقص وسط تشجيع الجمهور. موري أعجب بطريقة دخول أرثر وبيقول له أنا عارف إنك مهرج مضحك، إيه رأيك تقول لنا شوية نكت؟ أرثر طلع كتابه وفتحه، ولما بدأ يقول نكاته كان موري بيسخر من كل حاجة بيقولها. أرثر فجأة غير مسار العرض وبيقول له اعذرني يا موري، الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليا بعد ما قتلت موظفين وول ستريت في القطر. اعتراف أرثر كان طبق من ذهب لموري إنه يعترف قاتل في برنامجه على الهواء، فبدأ يجري وعايز يسمع أكتر من أرثر. أرثر بيقول له أنتوا مهتمين جدا بيهم لمجرد إنهم أثرياء، لكن أنا لو مت على الرصيف كنتوا هتمشوا فوقي ومحدش هياخد باله. موري بيقول له أنت بتحاول تبرر قتلك للناس يا أرثر، لكن مش كل الناس بغيضين. أرثر التفت له ونبرة صوته اتغيرت وقال له لكن أنت بغيض يا موري، عرضت فيديو ليا واستضفتني في البرنامج علشان تهزأ بيا، ده جزاءك يا موري، وبيطلق النار على راسه. وسط الفزع والهلع في الاستوديو بيقوم أرثر وبيضربه رصاصة تانية في قلبه، وبيتم القبض على أرثر من الاستوديو. وفي الشوارع كانت مدينة جثام مفججة بالغضب الشعبي اللي سيطر على كل أهالي المدينة ضد النظام والشرطة، وبتصطدم عربية الشرطة بعربية مطافي كان بيسوقها متظاهر بقناع المهرج، وبيخرجوا الجوكر من العربية، وبتزيد أعمال الشغب والفوضى في المدينة والاعتداء ونهب المراكز التجارية والمحلات وغيرها. وهنا توماس وين ومراته وابنه بيحاولوا يهربوا من وسط الشغب، لكن بيتم قتله هو ومراته ما عدا الابن بروس على يد متظاهر مقنع. ووسط هتافات المتظاهرين باسم الجوكر بيفوق الجوكر وبيقف فوق عربية كبطل قومي ورمز للثورة ضد الأثرياء، وبيرقص رقصته الشهيرة فوق العربية مع دعم كامل من الأهالي. وفي اللقطة الأخيرة النكتة الغامضة، أرثر قاعد قدام الدكتورة النفسية اللي جابتها الشرطة تعالجه وبيضحك بهستيريا لوقت طويل. الدكتورة بتسأله أنت بتضحك على إيه؟ الجوكر قال لها كنت بفكر في نكتة، وبيفتكر الطفل ابن توماس وين اللي
اللي قتلوا بابا ومامته وسابوه عايش. الطفل ده يبقى بروس وين باتمان في أجزاء الفيلم القديمة، واللي على ما يكبر هيكون الجوكر خرج من المصحة ويحاول باتمان الانتقام منه لأنه بيفتكر إن الجوكر هو اللي قتل بابا ومامته. الدكتورة بتقوله ممكن تحكي لي النكتة؟ قال لها مش هتفهميها. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.